من أسرار استجابة دعاء الحق سبحانه وتعالى لنبيه داود أن النية كانت صالحة، فصحح نيتك تكون من أهل الدعوة المجابة. استجاب دعاءه ولم يملكه قرية ولا دولة ولا قبيلة ولا حكما ولا مملكة ولا إمبراطورية، بل ملكه الدنيا بأسرها. الله أكبر. نبي فجر له عيون الأرض ماء، وأنزل الأمطار من السماء، واختلط الماء على أمر قد قدر. أحوال عظيمة حصلت مع سيدنا نوح. سيدنا سليمان طلب من الله سبحانه وتعالى فاستجاب، فملكه الدنيا بأسرها، بريحها، بأمطارها، بأشجارها، بترابها، بشياطينها، بإنسها، بجنها، بدواب، ملكه الدنيا. هل يوجد إنسان ملك الدنيا بأسرها؟ سمعنا في التاريخ هتلر أراد أن يملك الدنيا، العثمانيون عملوا إمبراطورية وأرادوا أن يملكوا الدنيا، والفرس أرادوا أن يملكوا الدنيا، والروم أرادوا أن يملكوا الدنيا، والتتار أرادوا أن يملكوا الدنيا، طوائف دينية أرادت أن تملك الدنيا، شيعة أرادوا أن يمتلكوا، صليبيين أرادوا أن يمتلكوا، مسلمين أرادوا أن يمتلكوا، بيض أرادوا أن يمتلكوا، سود أرادوا أن يمتلكوا، كل الناس أرادوا أن يمتلكوا، لكنه لم يملكها إلا لسيدنا سليمان عليه السلام بعد أن ملكها لرسول الله آنفا. قال ربي، لماذا ملكه؟ بماذا؟ باعترافه لله، قال ربي اغفر لي. ربي شهادة واعتراف أنه عبد وأن الله رب، ويبقى الرب ربا ويبقى العبد عبدا، وطلب من ربه أن يغفر له، وقال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. اغفر لي أي نظف قلبي حتى لا يلتفت قلبي لشيء، فملتفت لا يصل، لا يلتفت لدنيا. وهنا الحلال، يجوز لك أن تطلب الملك في الدنيا، وأن تطلب الحكم في الدنيا، وأن تطلب المعرفة في الدنيا والعلم في الدنيا والمال في الدنيا بقوائم معينة، تكون مدير إدارة، تكون إنسان لك قيادة، إنسان لك رؤية، إنسان لك حكمة، إنسان لك جمهور، إنسان لك شعب، لك كثير من هذه الأشياء، لكن وفق ضوابط. أولها أن تعترف أنك عبد لله، وأن تطلب المغفرة من الله، ثم تسأل الله هو المالك المتصرف على الحقيقة، وما غيره فكلهم في زوال. قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا أريد أحد أن يأخذ مثل ما أخذت، خصوصية من الله سبحانه وتعالى. إنك أنت الوهاب، ما أحد يملك الملك ويهب الملك إلا أنت يا رب، فأنا أطلبه منك، لا أطلبه من سياسات، ولا أطلبه من ناس، ولا من جموع، ولا من طوائف، ولا أبدا، أطلبه منك يا وهاب. فربي ماذا قال؟ فسخرنا له الجيش، سخرنا له الشعب، سخرنا له الناس، سخرنا له الضعفاء، لا، فسخرنا له الريح. الله أكبر. هل في ملك الآن يمتلك الريح؟ هل في سلطان إمبراطور عظيم يمتلك الريح؟ قال فسخرنا له الريح تجري بأمره، يقول لها اذهبي اذهبي، قفي قفي، رخاء حيث أصاب أينما أراد. والشياطين أيضا، كل بناء، البناء والغواص الذين يغوصون في البحار، وآخرين مقرنين في الأصفاد، متربطين موجودين جاهزين. هذا عطاؤنا، من الذي يقول؟ الله. ويقول لمن؟ لسليمان، فامنن أو أمسك بغير حساب. من أردت أن تعطيه شيئا فأعطه، ومن أردت أن تمسك عنه فأمسك. من صاحب الملك على الحقيقة؟ الله، وأعطاه لسيدنا سليمان وأعطاه الصلاحيات في ذلك كله. هذه نعم عظيمة. بما نالها سيدنا سليمان؟ بدعوة أبيه سيدنا داود، لأنه كان عابدا وكان أوابا، كان عابدا لله كثير العبادة لله، وأوابا كثير العودة لله. قالوا كل رجوع تخلف، كل رجوع قهقر، العودة إلى الوراء تخلف، إلا الرجوع والعودة إلى الله سبحانه وتعالى فهي عين التقدم. فعندما عاد لربه سبحانه وتعالى وسأل الله عز وجل أن يؤتيه المال والحكم والنبوة، آتاه الله سبحانه وتعالى وزاده عليها. لما؟ لأنه إنسان صادق مع الله. فإن أردت أن تكون من أهل الدعوة المجابة فكن صادقا مع الله سبحانه وتعالى، وادعو الله لي ولك أن نكون جميعا
من أهل الدعوة المجابة.